الفاتحة. وأنتم في مدينتكم وبين أهلكم تكون إيجابية من أجل تناقح الأفكار والاستمرار، ولا بد لي أن أشكر اتحاد أدباء فرع نينوى للتعاون في 9 محافظات في مصر العربية. مهرجان واحد حياة يا عرب انطلق من جمهورية مصر العربية. نفتح لهم أبواب قلوبنا ومدينتنا الكريمة. وما عطرت نفوس آسنات مساءات الفلاليح وكانت النموذج. استضافت الرابطة العربية للآداب والثقافة فرع الموصل وبالتعاون مع مؤسسة فرسان عمود الشعر وتحت شعار الشعر هوية الموصل الموحدة المهرجان الشعري، والذي ضم عدد من الشعراء من عدة محافظات من القطر ولمدة يومين. هذا المهرجان يقام لأول مرة تقيمه رابطتنا. هذا المهرجان فاتحة خير وعلامة محبة وانفتاح على كل التيارات والتجارب الإبداعية الشعرية، وليس لي إلا أن أبارك هذا العمل الإبداعي الشعري القائم على فكرة الوحدة في التنوع وعلى التعدد وعلى وحدة الثقافة وعلى أن العراق كان ويظل موحداً واحداً تحت راية الثقافة العربية، لأن هي التي تجمع وتلغي الحدود كما كان شأنها في الحضارة العربية الإسلامية. السياسة تفرق والساسة يفرقون، ولكن المثقف والثقافة يجمعان الناس ويحتضنان قلوب البشر. نحن مؤسسة فرسان عمود الشعر الثقافية، وهذه الجلسة هي الأولى في المهرجان، ونحن هنا في الموصل لنتواصل شعراء من الجنوب ومن الوسط ومن الغرب، نتواصل مع شعراء وأدباء الموصل الكرام، فتحية كبيرة للرابطة ولأهالي الموصل الكرام. فرصة جميلة جدا وفسحة من الأدب ومن الشعر يتيحها هذان المنبران الشعريان الكبيران، وهو رابطة الثقافة فرع الموصل، الثقافة العربية فرع الموصل وفرسان عمود الشعر. يعني هذا التلاقح بين محافظات العراق، بين الجنوب من البصرة، أنا أتيت من البصرة من بغداد ومن الموصل ومن الشرقاط ومن من النجف وكربلاء، هذه الفسيفساء هي التي تصنع هذا الجو الرائق. كذلك هناك فرصة لهؤلاء الشباب، هناك أنا أتكلم هناك خلفي شاعر جميل جدا، شاب لم أسمع به سمعت به الآن، وهذه يعني فرصة جميلة جدا أننا نلتقي بهؤلاء الشباب ونعرف أننا لدينا شعراء سيصبحون كبارا فيما بعد.